ازيك يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. معاكم مهندس احمد حسن، والنهارده هعمل لكم فيديو بعنوان ايه اسهل طريقه اتعلم فيها سوليد ووركس. تمام، البرنامج ده من احسن البرامج اللي استخدمه في حياتي. لو انت ما تعرفش ايه سوليد ووركس ده، اصلا سوليد ووركس ده برنامج كاد موديلنج، كاد ديزاين، ميكانيكال كاد ديزاين او كمبيوتر ايديد ديزاين سوفت وير. تمام، بتستخدمه عشان تعمل مكن، تعمل تصميم ميكانيكي، تعمل بارتس، تعمل اي حاجه ميكانيكي ممكن ميكانيكيه ممكن تعملها على البرنامج ده. بما انك دوست على اللينك ده يبقى انت عارف ايه هو البرنامج ده، وبتدور فعلا على برنامج على طريقه تعلم بيها سوليد ووركس وتكون سهله. انا في رايي الشخصي من اسهل الطرق انك تتعلم فيها سوليد ووركس ان انت ممكن تتعلمه. طبعا اي حاجه في الدنيا ممكن تتعلمها لوحدك، بس لما تيجي تتعلم حاجه لوحدك بتاخد وقت وبتاخد مجهود اكتر. تمام، ولو فكرت فيها كده من ناحيه الاقتصاديه عامه، انت لما بتاخد وقت تعمل حاجه بتكلفك اكتر. عامه الوقت ممكن وقت ده تستغله ان انت تكون فعلا بتشتغل في شركه وفعلا بتشتغل كمهندس تصميم ميكانيكي، تلاقي نفسك بتكسب احسن من ان انت تقعد 3 4 5 شهور بتقرا في كتب بتحاول تتعلم السوليد ووركس. صح كده؟ فانا في رايي الشخصي اسهل طريقه اتعلم بيها اي حاجه في الدنيا ان انت تعمل كورس، تعمل حد عنده معرفه. تمام، بتاخد بتحاول هو بيشرح لك او بيوصل لك المعرفه بتاعته دي مقابل بمقابل مادي. فانا عملت لكم سوليد ووركس 10 ساعات بس في الكورس ده، هعلمكم فيه ازاي تستخدم فيه برنامج سوليد ووركس الصفر لغايه لما تبقى محترف. لو انت تعرفش اي حاجه عن سوليد ووركس هتدوس على اللينك اللي تحت ده، هيوصلك لموقع ادمي تلاقي الكورس بتاعي. الكورس ده معمول للناس اللي عايزه تتعلم سوليد ووركس في اسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت ما عندهمش اي خبره وما عندهمش اي نوليدج عن اي برنامج كاد موديلنج. في 10 ساعات بس هتلاقي نفسك خلصت الكورس، يعني ممكن تخلص الكورس اصلا في يومين. وفي غير كده في فايلات انا حاططها. تمام، والفايلات دي هتعمل لها داونلود عشان فيها اكزامبلز وفيها حاجات اكسرسايزز لازم تمشي معايا فيها عشان نطبق اللي احنا بنتعلمه في خلال الكورس، وعشان فعلا بعد ما تخلص الكورس ده تبقى تعرف تستخدم البرنامج، مش تقعد تتفرج على فيديوهات كده وفي الاخر تلاقي نفسك ما تعرفش تستخدم البرنامج. صح كده؟ فعشان كده انا عملت كورس اكتف، كورس ان انت مش بتقعد باسيف كده بتتفرج على فيديوهات وخلاص، لا انت فعلا بتعمل حاجات بايديك وبتطبق اللي انت بتعلمه عشان فعلا بعد ما تخلص الكورس تبقى بتعرف تستخدم البرنامج. وده في رايي الشخصي اسهل طريقه تتعلم بيها ان انت تعمل كورس. وغير كده اونلاين لما تعمل كورس اونلاين بتوفر وقت بتوفر مجهود، بتعمله في الوقت اللي انت عايزه. لو انت عندك ميعاد في يوم معين مش لازم تفوت الكورس، ممكن لما ترجع البيت تبقى تكمل الكورس بتاعك. فدي حاجه فليكسبل وحاجه بوزيتيف ان انت يكون عندك فليكسبيليتي ان انت تعمل كورس اونلاين. بس دوس على اللينك، روح شوف الكورس، بتفرج على الانترو، لو عجبك الانترو وعايز فعلا تعمل الكورس ده اعمل انرولمنت واشوفك ان شاء الله في الكورس. ان شاء الله اشوف لكم كود تحت في الديسكريبشن يعمل لكم خصم لو انت حابب فعلا تتعلم السود. شوفوا ان شاء الله الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك، بص على القناه بتاعتي، بص على الفيديوهات اللي انا بعملها، لو عجبتك اعمل سبسكرايب. اشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.